الحمد لله وشكر. طبعا الوفد وصل بسلامة. أشكر طبعا رئيس الهيئة الإدارية لقاعدة القوى الجوية فريق الركن شاب جاهد بدعم متواصل للفريق، تجهيز طائرة خاصة للفريق نقل إلى البصرة محافظة البصرة. الحمد لله وصلنا للفندق ووضع الفريق جيد جدا، دخلنا الوحدة التدريبية وإن شاء الله فريقنا جاهز لهذه المباراة. هذه مباراة مهمة بالنسبة لنا تكميل المشوار الدوري وانتصارات المتلاحقة إن شاء الله للفريق. إن شاء الله احنا عادين نعد جيد المباراة يوم غد إن شاء الله. عندنا بعض الإصابات، يعني أكيد الرغام بعد له تقريبا 6 أيام أو 7 أيام يسقل مع الفريق، وكذلك كرر نبيل ولوي العاني وولسن اللاعب المحترف المدافع، إن شاء الله خلال أسبوع يلتحق مع الفريق. يعني فريقنا إن شاء الله خلال 10 أيام راح يكون كله جاهز إن شاء الله.